والدري هذا اللي عشت رابق ايه كان هو كان مقرقب ما كتبش عليكم الدري الدري خلوق عليه المشكل هذا ما عندوش مشكل مع الدري رابق عنده مع أستاذ أخرى هذا ودي أستاذ كتخشيك كتخلف في شي حاجة مشي ليها بغينا نهضروا عليك استاذه اللي طرا لها داك المشكل البارح من طرف داك التلميذ اللي كيقرا عندها هي اصلا استاذه معروفه في المدرسه كامله يعني كل شيء واحد ما عنده معاها كدير كتعنب واحد الزوج ديالك تقول لك راه راجل كوميسير هادي وهي اصلا طرداشو على والو خاش التعامل ديالها خايب بزاف حتى شي واحد ما جميع التلاميذ كتستفزنا بالهضره ديالها الدري هذا كان عنده مشكل مع الاستاذه ديال التربيه الاسلاميه ياك وكاع دوزوا مجلس التاديب كاع الاساتذه سمحوا لي الا استاذه مكلوف اصلا هي شنو الدخل ديالها فهمتيني وداك الدري كيقرا معايا انا درويش عمرنا شفنا منه العيب وديك استاذه ضل ماشي تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب